Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshaAllah Azza wa Jal we will read Surah Al-Zilzal. First I will read word by word, then after that I will read the whole surah. Let us start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الزلزال سورة الزلزال مدنية مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض أرض زلزالها زلزالها وأخرجت وأخرجت الأرض أرض أثقالها أثقالها وقال ال وقال الإنسان إنسان ما لها ما لها يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها أخبارها بأن ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها يومئذ يومئذ يصدر الناس يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم فمن يعمل فمن يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا يره خيرا يره ومن يعمل ومن يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا يره شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ